أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. شهر جوان تحول إلى شهر جانفي، وهذه بقدرة الله. بلدية رأس الماء بولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر تكتسي حلة بيضاء بعد تساقط الثلوج على هذه البلدية، والتي امتلأت شوارعها بلباس أبيض. ما شاء الله، إنها خيرات الله بعد الجفاف، فالحمد لله على نعمة الله.